الحمد لله يعني الاداء كويس، بس عايزين اداء احسن، وطبعا اللعيبه مجادعه عشان كاس العالم يعني وكده. هو الاداء كان تمام يعني، بس هم كان ناقص ان هم يسجلوا على الاقل، يعني هم كانوا من حقهم يسجلوا على الاقل جون مثلا. بص هو مش احسن حاجه بس يعني تمام، بس هو الفكره ان هي اللعيبه اصلا بعضها مجهده، لان اللي لسه جاي من منتخب ولسه جاي من كاس عالم، فاحنا مستنيين منهم احسن ان شاء الله في المجموعه، وباذن الله نحقق مركز كويس في المجموعه والبطوله ان شاء الله ال11 بتاعتنا، وربنا يعينهم يا رب وتبقى بطوله حلوه علينا كلنا. هو الماتش كان كويس يعني، بس اللعيبه كانت مجهده بسبب ادائهم في المنتخب وكاس العالم، وبرده يعني الارضيه ما كانتش مساعده، وان شاء الله يعوض يعني في القادم، والقادم افضل ان شاء الله يعني. اداء النادي دلوقتي كان جميل جدا، برغم ان هم كنا راجعين من اجهاد وكده بكاس العالم، وارضيه الملعب كانت وحشه، فعشان كده ما كانش فيه توفيق، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي يعني.